شيخ بالنسبة للأغسال المستحبة إن لم تكن على صفة غسل الجنابة هل تجزئ عن الوضوء؟ بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. فالأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تجزئ عنه، بل لا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ. نعم.